السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة مطبخي الصغير. كنتمنى تكونوا على خير إن شاء الله. اليوم غادي نوجد واحد الفطيرة، فطيرة أو تورت بالخضار والكفتة، على واحد الطريقة غادي نديروها إن شاء الله زوينة. بالنسبة للخضار انتما كي كتشوفوا عندي الكفتة هنا، بالنسبة للكفتة والخضار كيبقى على حسب عدد أفراد الأسرة. ميمكنليش نقول لكم واش كل واحد كيدير على حساب. انا عندي تقريبا شي 400 وشي حاجه، وكل واحد كيدير على حساب عدد افراد الاسره ديالو. عندي واحد الفلفله صفراء وجوج دروس ديال الثومه، فلفله حمراء، فلفله خضراء، والخضر يمكن لكم تزيدو او لا تنقصو اللي بغيتو. عندي كورجيت محكوكه، هنا عندي تقريبا واحد ثلاثة ديال الكورجيت صغار. وكي كتشوفوا عندي البصله، جوج بصلات هما، جوج بصلات مقطعين وربع. غندوزو غنطيبو الكفته بوحدها في مقله، عاد غنطيبو الخضر الاخرين. انا بديت بالحشوه لانها خصها تبرد هو الاول، عاد باش ندير العجينه ان شاء الله. الحشوه خصها تبرد منين نحطوها في العجينه تكون بارده. دابا ندوزو باش اننا نطيبو الكفته. كما كتشوفوا انا هنا درتهم في مقله، درت الزيت والثومه والكفته، غنزيد لها شويه ديال الملح وشويه البزار، وجهدوا عليها العافيه مزيان باش طيب دغيا ما بيتاش تطلق ليا الماء. غندير شويه الملح، غندير شويه البزار، صافي هذا غادي ندير. صافي انا غادي نفكها هكا مزيان باش ما يجيش الفيديو طويل، تفكت مزيان. هانتوما كتشوفو هنايا هي بدات تفكت، دابا غنخلوها يبداو يتحركو يتحركو تطيب مزيان. هنا كما كتشوفوا الكفته قربت تطيب، غادي نزيد لها شويه ديال التخميره. دابا راه معلقه صغيره تقريبا، صافي ونحيدها. صافي غادي نحيدها نصفيها، وفي نفس المقله غادي نحط الخضار. هنا كما كتشوفوا هانتوما انا هنا راه درت البصله في نفس المقله، ها هي هبطات، غادي تهبط مزيان. نزيد ليها دايما البوطه مجهده باش ما يطلقوش ليا الماء، لانه باقي الخضره غادي تطيب في الفران في وسط العجين، يعني ما نعطيوهاش طياب بزاف. دابا غادي نزيد الكورجات والفلفل. صافي غادي نخلط، غادي نزيد الكورجات ونخليهم يتشحوا مزيان. من بعد غادي نزيد لهم العطريه، ولكن حتى يهبطوا شويه غادي نزيد العطريه. من بعد ما الخضره طاسينا شويه كما كتشوفوا، غادي نزيد ليها العطريه، نزيد الملح، البزار، شوية زيت الخميرة، بطريقة،
صافي حتى يطفي العافيه ونزيد عليهم الربيع. هانتوما شتي الا زعنا عليهم راه ما كيطلقوش هنا مازال وما نطيبوهمش بزاف باش باقي غيصيبو الفران. صافي هانتوما وغادي نخلطو مع الكفته، غنخلطها هي والكفته ونخليهم يبردو مزيان عاد نعمروهم. دابا غادي ندوزو نوجدو العجين. بالنسبه للعجين عندي نص كيلو تاع الطحين، غندير الملحه، الملحه على حساب الطحين. عندي هنا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه ومعلقه صغيره ديال السنيده، غنخلطهم وغندير لهم الماء دافي ونخليهم حتى يتفاعلوا عاد نخدمو. هنايا هانتوما كما كتشوفوا الخميره هي تفاعلت، غنحطها صافي غنبدا نجمع هانتوما. وقبل ما نكمل غادي نزيد واحد شويه ديال الزيت البلديه تقريبا واحد ربع كاس صافي ونجمع. صافي غندلكها مزيان ونحطها تخمر ان شاء الله. ها تشوفوا دلكتها مزيان، غادي نجيبو البول باش غنحطوها يكون مدهون هانتوما ونخليوها تخمر، ونخليوها تخمر مزيان. هنا كما كتشوفوا الخميره هي العجينه زعما هي خمرات. ندير شوية الزيت في يديا هانتوما باش نهبطها. نقسمها على جوج، وحده تكون كبيره شويه وحده تكون صغيره. هذه الحيدات الصغيره وهذه غادي ندلكها ندلك. إلا كتلصق عاونا جوج فيها الطحين. غادي نسرحها دائرية ونشوفوها. هنايا من بعد ما سرحتها انا غادي نجيب الطاوة، هانتوما الطاوة فاش غادي نديرها، فرشت ليها البابي وغادي نسرحها فيها.
صافي غادي نجيب الحشوة. هانتوما الحشوة ملي زدت عليها الكفتة هنايا غادي نجيب واحد الشيه ديال الفرماج ساندويتش وغادي نحطو ممكن نديرو الفرماج كما اي نوع من الفرماج عندكم. نزيد بقى واحد شويه صافي غادي نحيدها نسرح الكره الثانيه باش نغطيوها. انا غنسرحها نتلقى صافي. هنايا من بعد ما سرحتها نجيب الطاوة باش نغطيوها. نضغطو على العجينة مزيان نجيب واحد السكين واحد النص نحيدو به الجوانب بالنسبة لهنا نحاولو نقابضوها صافي. من بعد ما قادينا عليها الجناب غادي نرفعها مزيان
نجي الوسط ونتكا واحد شويه هكا. بالنسبه للتزيين انا عندي واحد الطريقه ان شاء الله انتما تشوفوا معايا. انتما انا عندي هنايا عويدات ديال الربيع، هنايا عندي خيزو مقطع على هاد الطريقة، عندي هنا شوية ديال الربيع مخلط، غادي نهز هاد الوريضات. ممكن تزيدو بالطريقة اللي بغيتو. هنايا غندير هكا، طيب عليكم. هنايا غادي ناخد الطماج، الطماج الحمر هدا، غادي نقطع واحد الدائرة، أنا غنقطعها بهدا بوق، وغنقطع هنايا، وغادي نقطع شرائط رقاق. باش غادي ندير هكا ديال الشميشة، قد قلت هذا قطع شريط اخرين. هنايا عندي قشور ديال الناطيشة اللي درتهم على شكل وريضة، غنحطهم هنا، ندير لهم واحد العريض صغير،
نعاود ندير واحده اخرى هنا. صافي ندخلها للفران تطيب ونشوف الشكل النهائي ديالها. انتما كي كتشوفوا انا خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل، راه باقا سخونه يلا حطيتها غير تدفى شويه وغنحيدها من نقد نحيدها من الطاوله ونحيدها. هنا كما كتشوفوا هي لا سخت والفطيره، يعني من بعد ما خرج من بعد ما دفات واحد شويه انا غادي نقطعها معكم. انتما شاكي كتجي رائعة رطبة، المنظر ديالها رائع. كنتمنى الوصفة تكون نالت اعجابكم، ما تبخلوش عليا بتعليقكم. الى عجبتكم قناتي ديروا جيم وما تنسوش تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وبارتاجوا مع اصدقائكم. استودعكم الله.